ماذا تعرف عن دركات نار جهنم؟ تقسم جهنم إلى دركات كما تقسم الجنة إلى درجات، فدرجات الجنة تكون علوا ودركات النار تكون سفلا، وهذه الدركات متفاوتة في شدة الحر من دركة عن أخرى، فكلما كان النار لأسفل كلما اشتد حرها وقوي لهيبها، والمنافقون لهم أكبر نصيب من العذاب فهم في الدرك الأسفل من النار. قال تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. وقد جاء في الحديث النبوي الشريف عن عبد الله بن الحارث بن نوفل عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنهما أنه قال: يا رسول الله، هل نفعت أبا طالب بشيء؟ فإنه كان يحوطك ويغضب لك. قال: نعم، هو في ضخضاخ من نار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. وتقسم درجات النار دركاتها إلى 7 دركات، وهذا التقسيم اجتهادي، وهي كما يأتي: الدرك الأعلى، وهي الأخف للعصاة الموحدين ممن يدخلون النار، الدرك الثاني لليهود، الدرك الثالث للنصارى، الدرك الرابع للصابئين، الدرك الخامس للمجوس، والدرك السادس لمشركي العرب، أما الدرك السابع وهو الأشد فهو للمنافقين.